ان هالطريق هذا من تصير عليهم مشكله تحل عليهم مصيبه دائما يلجؤون. شوف الزهراء وهي بين الباب والجدار صرخت نادت وابتا ومحمدا. هاي استغاثه تستغيث يعني. وكذلك زينب الحوراء يوم حلت عليها هذه الفاجعه الأليمة اللي زلزلت الدنيا بأسرها قدام عيونها تنظر إليه يفحص التراب بيديه ويرفس الأرض برجليه وهو يئن أنين رقت له قلوب الأعادي ما تحمله. أخوها هذا أخوها ابن أمها وأبوها جثت على ركبتيها لطمت صدرها بكلتا يديها صرخت واجدا. ومحمدا ثم مدت بصرها ناحية المعركة نادت ثلاث مرات حبيبي يا حسين. يعرف هالصوت ميزة من بعيد نور عيني حسين ابن والدي حسين إن كنت حيا فأدركنا. ما تقوم أبو علي هذه الخيل والرجال قد هجمت علينا يا وإن كنت ميتين فأمرنا وأمرك إلى الله. ساقت الريح كلام العقيل إلى مسامع الحسين. أبو الغيرة أبو الحمية قام 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 على قدمه خطى ثلاث خطوات لم يتمالك إلا أنكب على حر وجه. يا علي يا علي مثخن بالجراحات وكثرت نزف الدماء صار الدم ينبع من صدره الشريف كالميزان. قام ثانية قطع ثلاث خطوات فزقط على وجهه. ما تقدر ابو علي منهك شدة عطش حرارة شد تجلد بأبي وأمي. قام الثالثة خطى خطوات أخذ يتمايل يمينا شمالا حتى سقط على حر وجه حسين. حسين رمقها بالطرفة وخي زينب سامحيني معذرة إلى الله وإليك وزينب على التلشاب حل حسين بالعين تشوف موسد داهش العالم بلونه وصاح الرجس بن سعد وين اللي يذبح حسين. فتت مرايرنا بهالونة الخفية وحسين وحسين اتناخوا على حز الكريم وصار لصياح وكل من بنا يما ارتعد من خزر توراح ومن الرعب حتى مليد صار مهطاح واسفنغش عليه وبقى مدرميه. يا
يعني ماكو احد تمكن ان يقترب من المولى الا ذلك الشقي اللعين شمر الخنا. يا ويلي يا ويلي والله شمر الخنا من عاين مغشي لفاله وصدر حول اسرار من رب الجلاله. رخصتكم يا غيرة الله بلا الرجس داسه بن عالة فتح عيونه وانتبه شبل الزكير يقول لي يا لعين انزل عن صدري فلقد اوهيت قواه. يقول لش مرادك قال قصدي حز راسك ما حد جسر غوري على صدرك وداسك. ابو علي راح القوى من عندك وشدت مراسك وانا الذي بجرعك كاس المليل. يقل للصبط ما جيتني بحومة الميدان وقت اشتعال الكون ومجاول الفرسان وانا وحيد وفيضيت بالجثث وديان تلقى المناية جال لو قربت لي. انا قبل انجدين لالحت لي يا ابن الاوغاد واثبتت لي خليتك اوزر فوق لوهاد لكن العطش ما اخذني والمثل بالفايد معلوم تتجاسر يا ابو الذات الردي. مالك فخار في ذبح يلا والزلزلة والصايح. قال الشمار ما ينفع يا ولي حسين راح بيك انتهى ازن الفرصة لانك عفير طاء دقعت ترى وتوعى يا مشرد الخيا جمرة غضاء. الله عليك من فايز وش هالابيات هذه حارة حارة. جمرة غضاء في جافي وجمرة على هواطي خيل تدور علي وخيل على فسطاط سهم العدا صايب لي وسهمي عليهم خاء وانا ادور واحد يسرج على ميمو. باقي وانا سمعني اياها من على التل يا ما تتنادي انا ودي اوصل مصرعك مصرعك وانجدل ويا لكن شبيد لازم اذي عليه يا تامة ولو يقدر السجاد ينهض كان جينا
خدك نوسده وبالدمع نغسل الطبرة صح ونادي واحسن يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك يا الله السعيد الفقيد الغالي من اجتمعنا اللهم لأجله وسلم اللهم ارحمه برحمتك أسكنه الفسيح من جنتك لقه منك رحمة ورضوانا إلهي اشف صدره بالحسين نور قبره بنور الحسين ثبت له عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين وارزقه اللهم شفاعة الحسين يوم الورود واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه وأرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان إخواني لتفادي الزحمة قدم العزاء من جهة المنبر بارك الله فيكم جميعا نهدي لهم جميعا هذه الليلة ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات